ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ازيك يا دليلة؟ الحمد لله. تعالي بقى احضرينا في موضوع مهم. ايه؟ غاده بتقترح ان احنا نلغي الهوم ورك. والله انا معاكي يا غاده، بلا هوم ورك بلا صداع. لا يا جماعه، ما ينفعش الهوم ورك يتلغي، دي الطريقه الوحيده اللي بتعرفنا مستوى الاولاد. يا حبيبتي، ما هو انا ما قلتش هلغي الهوم ورك وخلاص. زي ما انت قلتي، الهوم ورك دوره ان هو يعرفنا مستوى الولاد كويس. خلاص يفضل جوه سور المدرسه، يعني اي حاجه تخص الدراسه تبقى جوه المدرسه، والبيت بقى تريحه، نخليه للهدوء واللعب، بالذات في الجريدز الصغيره يا جماعه. بصراحه بقى فكره لطيفه ومريحه جدا. الولاد بيرجعوا تعبانين وبنفضل نلف وراهم طول اليوم علشان يعملوا الهوم ورك. بصي، هو الميزه الوحيده في الموضوع ده ان الولاد هيقعدوا معانا وقت اكتر. ايوه صحيح، ده لو قعدوا معانا طول اليوم تبقى مصيبه. لا لا لا، الهوم ورك ده جميل، ده تحفه. لا لا يا غاده، استني بس يا علا، مش هنهزر. هل من صلاحياتنا بقى ان احنا نخلي المدرسه تلغي الهوم ورك ولا لا؟ سوري، لا، هوم ورك ايه اللي يتلغي؟ يا اهلا وسهلا. اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا يا باشا، اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا، شرفتونا ونورتونا. اتفضلي. ربنا يستر، ربنا يستر باذن الله. وبعدين العيال هيحفظوا ازاي لو ما رجعوش عملوا الواجب؟ انتوا عايزين تخيبوا العيال ولا ايه؟ يا زيزي يا حبيبة قلبي، غادة ما تقصدش كده، أنا هفهمك. غادة تقصد إن في حاجة اسمها سكول وورك، دي زي الهوم وورك بالظبط، بس بيبقى ليها وقت مخصص جوه المدرسة، بحيث لما يرجعوا البيت يبقى ما وراهمش حاجة، يبقوا فاضيين، فهمتي؟ بس برضه لما يحلوا قدام عينينا دي حاجة تطمنا على مستوى الولاد. بس برضه بيغلبونا على ما يحلوا. أنا مش فاهمة بصراحة، إيه اللفة دي كلها؟ العيال بيرجعوا البيت يخشوا أوضهم يذاكروا، دي احلى فقره في اليوم، واول ما يخرجوا من الاوضه بيعملوا مروستان. احنا نكلم الاساتذه عشان يزودوا الواجب. يا حبيبتي، ما هو عشان كده احنا بنحاول نفهمك، بس هنعمل ايه؟ انت ما بتفهميش. هي بنتي يا بنت اللي ما بتفهمش.